قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أقول روعة الكلام لمن يبحث عن متعة السماع، تواضعت وانحننت إجلالا وركعت في معبد الكلمة الراقية والعبارات النافذة إلى أعماق القلوب. رحبوا معي بالشاعر الجميل الأستاذ الملوني محمد الملوني تحت تصفيقاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة وشر، رمضان مبارك سعيد. ماذا أقول في مجلس الشعر والشعراء؟ أقول لكم نظمت فيكم ديوانا وما كفى، هل هذه غلظة أم جفا؟ لكم مني الود والوداد والصفا. شكرا. إيروس والقصيدة. بمجداف وصل من بهم سعي وادينا، أيا ريح دعكم من رباب يماسينا. على شاطئي بدا أجاج رمى نفحا، نشدت الجوى مستصغرا كيف يقوينا. أجل يا قصيدة دام عزفا دواوينا كأيام عرب، هل نسجنا محانينا؟ بخفي حنين نسي وقد مزاراتي، دعتني قصيدي نلت شطرين تفدينا. فمري بيانا في مرامي مجازاتي، سأرميه إقليلا فيأتي محامينا. أصلي صلاة الناس في عددتني وردا، أعلاما لك قصدي جوا صار يقرينا. بربي لكم لملمت مجرى متاهاتي، فسلمتها نفسي كإيروس يشفينا. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ محمد الملوني.